حلقة جديدة من فولو أب معي أنا يارا بعد غياب وشكر كبير لزميلتنا ورد اللي أضافت نكهة حلوة للبرنامج بوجودها. حلقتنا اليوم رح نبدأها بفيديو لشاب عم ينصح شبيحة سوريا بعض النصايح في حال حبوا يطلعوا على أوروبا. لأنه ببساطة أنه ما عاد لهم مكان بسوريا، يعني من الإيرانيين والعراقيين واللبنانيين والأفغان ومعلمين الروس ما عاد لهم أجر نهائيا. من فلسطين وفيديو لطفل وشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة لمس قلوب كل اللي شافه. وخبرنا الأخير فيديو لسيدة عم بتصور شخص تحرش فيها، ولكن الملفت بهذا الخبر هو ردة فعل الناس على هذا الفيديو. لعشوك تلاحقني من ناطل يغال منين؟ ها؟ من اللاحقين؟ كمل طريقك وصير خوش رجال. خلوكم معنا لحتى نشوف تفاصيل هاي الأخبار وكيف كان التفاعل عليها. وسام شاب سوري عطى شبيحة بشار أسد نصايح في حال حبوا يطلعوا على أوروبا، ولكن هاي النصائح كان لها طابع خاص. المرحبكجية كمان نسميهم عم يبحثوا عن طرق للخروج من سوريا إلى أوروبا، لأنه ببساطة أنه ما عاد لهم مكان بسوريا، يعني من الإيرانيين والعراقيين واللبنانيين والأفغان ومعلمين الروس ما عاد لهم أجر نهائيا. أنه في حال طلعت بغض النظر من أي وجهة، سواء كانت وجهة ليبيا على إيطاليا أو تركيا على ما بعرف وين، في شغلات ملازم تعملها أنت متعود تعملها دائما وحطها براسك، اللي هي مو تجي مثلا على المهرب وتمسح الوجوه أو مثلا تقدسه، أو مثلا في بعض الأشخاص من هدول من اللعيقة والعبيد بيحب يقدم قربان، اللي هي مثلا الله يجل المحترمين ممكن يقدم أخته، ممكن يقدم مرته، مثل يقدم أمه، الصبايا العطاء وما شابه ذلك. فأنت مو مضطر تعمل هاي الحركة إلا اللهم إذا كانت بالدم ومرض وانت ما أنك متعالج، فهذا شيء تاني. أنت ما أنك مضطر تعمل هاي الشغلة، لأنه المهرب بالأساس بده المصاري وضله طالع، فما في داعي يعني تهين حالك ولا عادي ما طول بالك أنت عندك يا عادي. المهم أخي، بس وصلت بالكامبات يا صديقي أنا واثق باللا إرادة، يعني طبع غلب التطبع راح تتبع هاي السياسة، أنه سيكوريتي تمسح رجوخ اللي عم يسجل بالهي قدم له قربان، مو تجي كمان قدام واحد ألماني والله مثلا الرئيس الألماني أو المستشار الألماني ما شاء الله عليه وهو قائد وهو كذا والشعارات هاي، أو إذا حدا حكى عليه بتجي أنت بتطلع له أو ما شابه ذلك كمان مرسي فاشي. فأنا بالنهاية بغض النظر أنك كلب وعديم الكرامة وما راح تفهم بهاي الأمور، بس قلت أنا عميل خير وكب البحر. شو اللي بيخلي معارض لبشار أسد يقدم نصايح لشبيحة؟ وسام فسر سبب إعطائه نصايح لشبيحة بشار اللي رايدين يطلعوا لأوروبا. مشان بس بدي إياك تجرب، بعد كل هذا الكلام بعد كل هذا الحكي بدي إياك تجرب إنك تعيش بكرامة. بعرف هذا الكلام صعب عليك ما رح تفهم، لأنه شو كرامة وهو أنت بتعيش بكرامة ما رح تزبط معك. بدي إياك تعيش كبني آدم ذو كرامة، بني آدم ما بمسح، مو مضطر يمسح لحدا ولا مضطر يقدس حدا هيك. يعني أنا بعرف، أنا حاسس فيك، هذا الكلام أكيد رح ينزل صعب عليك، بس إذا عدت هاي الجملة أكثر من مرة وقريت وبحثت عنها ممكن في أمل. يعني أنت بالنهاية الله عز وجل خلق لك مخ، بس أنت عم تشغله، أنت حاط سرماية هاي لو بوط عسكري. حاول تعيش كإنسان، إنسان ذو كيان ذو كرامة، حر الرأي حر التفكير، يحكي بحرية، ما أنا مضطر يمسح، ما أنا مضطر يقدم قرابين هيك. ويلا عمل خير وكب البحر، لأنه في واحدة سأت كلب مي فدخلت الجنة، فعلى وعسى هيك، على وعسى. أنا طبعا اتبعت هذا الأسلوب النصائح لأنه إلي 5 سنين حكيكم كبشر، أنا وألوف، يعني أنا نقطة، أنا وألوف البشر اللي كانت تحكي لكم أنه أنتوا بشر، أنتوا بشر، عيشوا كبشر لا تعيشوا كعبيد. فعبس فقلت أنا على وعسى ممكن يعني هاي اللهجة أو هاي اللغة توصلكم أكثر كونه أنتوا كلمة وبس هيك، شوفكم بس توصلوا على أوروبا أو ما شابه ذلك.
الضرر الكبير اللي بيتعرضوا له اللاجئين من موالين بشار أسد ما بيقتصر بس على التقارير الأمنية اللي بيقدموها شبيحة بشار لأوكار المخابرات الأسدية اللي بيسموها دبلوماسياً قنصليات. أحد أوجه الضرر هو تجمع هدول الموالين لبشار بتجمعات لدعم القاتل أمام المجتمع الأوروبي. ومو بس هيك، شبيحة أسد متورطين بأعمال تعتبر إجرامية خارج سوريا مثل خطف السوريين، وهذا الشيء شفناه على وسائل الإعلام مثلاً اللي صار بلبنان. بالتعليقات على هذا الفيديو صار جدل كبير بين شبيحة بشار والسوريين اللي تضرروا من آل أسد بسوريا. تعليق بن عابد بيقول أحلى شيء المعارض اللي زبطت معه وطلع برا البلد، قديش بينقهر لما بيسمع أنه في عالم غيره بده تطلع. هذا طبع الغير الطفولي السوري، أنه ما بده يشوف حدا غيره زبطت معه، خلص كل شيء له، البيضة والتأشيرة، وكأنه الدول الأجنبية مطوبة باسمك. طيب أعطيك أنا حقيقة علمية يا سيدي، الدول الأجنبية مو قرفانة غير من المعارض السوري خصناص، تمام؟ وبراهنك مين بتفضل ألمانيا ولا أوروبا فينا؟ اللي نزل بالمطار ولا اللي وصلهم بمرميل مع مهرب وبيضلوا شاكين فيه كل يومين أنه يفجر حاله؟ أما مريم فكتبت أنت على أي أساس حكمت أنه كل اللي قاعدين هون لعيقة؟ صدقني الأغلبية مو لعيقة، بس عايشين من قلة الموت وناطرين الفرج، ما حدا معه يدفع حتى للمهرب، لهيك قاعدين وساكتين. وبرجع وبقلك أنه مو الأغلبية لعيقة، أنا ما عم دافع عن حدا، أنا لما أنسأل مع مين فبختصر على حالي وبقول أنا مع الله وبس، وبالنهاية الله يفرج. حمزة علق وقال العالم اللي ضلت هون ثلاث أصناف، عالم لعيقة مثل ما حكيت، وعالم ما قدران تسافر، وعالم ما دخل بالاثنين، عندهم رزق وأرض وعم يأكلوا منه ومو عايزين حدا ولا حتى شاركوا بالانتخابات، فلا تعمل. صفحة باسم الغريب علقت وقالت بعد ما صرفوا مصاري التعفيش ونهب الناس أفلسوا، والراتب 50,000 يعني ما عادت توفي، بدهم يشوفوا رزقة تانية، الحياة صعبة يا أخي، الله يعينهم هالناس، بدهم يعيشوا. أما محمد فعم يقول الشبيحة عم بيمارسوا حقهم الانتخابي بألمانيا، وبنفس الوقت عم يهتفوا لبشار. حزب ميركل خسر الانتخابات بعد ما رفع ألمانيا للسماء، وبشار ربح بعد ما نزل سوريا لسابع أرض. برأيكم مشاهدينا معقول المكان بيغير من صفات الإنسان لدرجة أنه يكون شبيح ذليل مدافع عن قاتل وسعيد بتهجير أهل بلده من مئات القرى وعشرات المدن لشخص عنده كرامة بس لمجرد وصوله لبلد فيه حرية؟ ولا الطبع رح يغلب التطبع؟ من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. مشهد من قطاع غزة لطفل أسر قلوب الفلسطينيين. الطفل قاعد مع شخص من أصحاب الاحتياجات الخاصة بمحل حلويات وعم يلقم الحلو لقمة ورا لقمة. خلونا نشوف مع بعض. الشاب الصغير اللي شفناه اسمه أحمد واللي معه هو عمه أيمن. المشهد بيجمع بين البر والإحسان وحسن التربية. الفيديو صوره رامز حسوني ونشره على حسابه بفيسبوك وكتب قبل قليل وخلال تواجدي في أحد محلات الحلوى ولمجرد دخولي من باب المحل لم يلفت انتباهي كل أشكال وأنواع الحلوى المعروضة إلا هذا المشهد الذي يضاهي كل جميل معروض. لا أعلم كيف انقبض قلبي وشارفت دموعي على السقوط عند مشاهدتي لهذه اللوحة التي تملأها كل معاني البر والعطف والحنان. هذا الصغير لقن كل من غرق في بحر العقوق درساً كفيل بأن يشعرهم بتأنيب الضمير طيلة حياتهم. اللهم اجعلنا من البارين بوالدينا. خلونا نشوف كيف تفاعلوا الناس كمان مع هاي اللقطة. محمد عم يقول بارك الله فيكم جعلكم من البارين. هذا الطفل هو ابن أخ الشاب لذوي الاحتياجات الخاصة وهو أخي الكبير أيمن، وابني أحمد أخذ على عاتقه ليذهب مع عمه في فسحة ليرفه عنه قليلا. أما إبراهيم فعم يقول كل هذا البر والحنان لعمه، فكيف رح يكون بره لوالديه؟ تعليق من محمد بيقول الحنية اللي عند الشاب الصغير ما بتوقع لا أقل منها في صغره تحت رعاية أبوه. أما محمد فعم يقول بالفعل قمة البر والخير بهذا الشبل، مشهد مؤثر ومعبر، حفظ الله الوالد. سيدة نشرت فيديو على حسابها بتيك توك وهي عم بتصور شخص تحرش فيها بحسب ادعاءها. السيدة هددت المتحرش بنشر الفيديو على تيك توك والسوشيال ميديا لحتى يوصل لزوجته. خلونا نشوف الفيديو مع بعض.
خير شكو؟ لعشوك بتقدر تلاحق لي منك اليغال؟ مين؟ ها؟ من اللاحقي؟ كمل طريقك وصير خوش رجال. من اللاحقي؟ وان ما نشرتك على الواسع على هذه على التيك توك بسيطة. شوفي؟ وينها مرتك؟ خلي تشوف، خلي تشوف الزلمة ما بيها خير. هالمرة جرت رياح المتابعين بما لا يشتهي المنطق. الهجوم من رواد مواقع التواصل طال السيدة واتهامات كثيرة لها بتلفيق هذا الفيديو للتشهير بالرجل. خلونا نقرأ معكم شو قال حسين. حسين كتب وقال: من قلتي رح أنشر على التيك توك طلعت شغلتك فاضية ودايرة على الشهرة. أما عدنان فعم يقول الرجل ما له علاقة بالموضوع أصلاً، ما قال شيء ولا سمعها شيء مو لايق بالتسجيل. تعليق من سرمد بيقول: مين بيقول هذا الحكي صح؟ الظاهرة صايرة خطيرة كتير، بيتم التصوير وبيقولوا متحرش. أما عمار فعم يقول: شو عجب هالقد واضح التصوير، بس بيناتنا الله من سمعت أنه بدك تنشري بالتيك توك غسلت إيدي. تعليق من صبية بيقول: الوحدة صارت تخاف تتعرض لهيك موقف وما حدا يصدقها، يعني يا أما نشري شيء واضح يا أما بلا ما تخلينا نشك وتخلي العالم تستخف بهذا الحدث، يا رب ما أكون عم بظلمك. بعالم السوشيال ميديا إلقاء التهم صار شيء كتير سهل. برأيكم مشاهدينا مين المذنب؟ الرجل اللي عم بتحرش بالسيدة ولا المجتمع اللي أدانا لمجرد أنها قالت أنها رح تفضح متحرش؟ هاي كانت آخر أخبارنا لليوم، وهيك بيكون وصلنا لنهاية حلقتنا. لا تنسوا تابعونا على أوريانت وأوريانت بلس، وبحلقة جديدة بكرة.